الفل. التضحية، الإيثار، هذه الأوصاف من سمات المجتمعات المثالية في كل عصر. كل إنسان يتوق إلى العيش في مجتمع تسوده مثل هذه الفضائل. الفيلم الذي تتابعونه يعطينا صورا عن مجتمعات توافرت فيها هذه الخصال، إلا أن أبطال هذا الفيلم ليسوا بشرا. هذه صحارى أفريقيا، ظروف الحياة في هذه الأراضي القاحلة قاسية جدا. هذه الكائنات الصغيرة المعروفة بعصافير الدور تعيش في هذه البيئة القاسية. تتصف هذه العصافير بتكافل وتعاون خارق فيما بينها، إذ تتعاون معا في كل شيء، حتى في الاستحمام والتعرض لأشعة الشمس. وعند تجفيف العصافير لأرياشها نرى مظاهر التعاون بأوضح صورة، إذ تنظف ريش بعضها، وهذا عمل مهم جدا لأجل صحتها. إضافة إلى ذلك، فإنها تقوم برعاية بعضها دون تعب أو ملل، وتتقاسم الأعمال أيضا. فمثلا يقوم الفريق كله بمهمة البحث عن الطعام وجمعه، ثم يقسم الطعام المتجمع بالتساوي. قسمت مهمة الدفاع عن الفريق بالتساوي أيضا، يأخذ كل طائر دوره بالحراسة في أعلى الشجرة. وعند حلول موعد تبادل النوبة، يحضر الحارس الجديد لصديقه الذي ينتظره طعاما ويستلم النوبة منه. عملية الحراسة لها أهمية فائقة في الحفاظ على وجود هذا الكائن. تظهر حية شرسة، يصدر العصفور المناوب الإنذار فورا. يتجمع الفريق كله للدفاع. تقوم العصافير بمضايقة الأفعى من جهة وتضليلها من جهة أخرى. بينما تحاول العصافير الفتية إظهار جرأتها وقوتها في مواجهة الأفعى، محاولة كسب ثقة الفريق. تعود الحياة إلى طبيعتها بعد ابتعاد الخطر، ويعود الحارس إلى مكان نوبته، وبعودته تعود الصغار إلى اللعب فيما بينها. فمن الذي علم هذه الحيوانات وأرشدها إلى العيش بهذا الشكل؟
تتقاسم الطعام فيما بينها وتحرس بعضها بعضا. وتلقي بنفسها في الخطر من أجل الآخرين. إنها تظهر قدرا كبيرا من الإيثار والشجاعة والتضحية. لا شك أن الذي ألهمها ذلك هو الله سبحانه وتعالى الذي خلقها من العدم. وهذه الحقيقة قررها القرآن الكريم. عواطف التضامن والتضحية بين العصافير قوية جدا، فالتضامن والتضحية التي تظهرها طيور الدج فيما بينها مظهر من مظاهر الإعجاز في الخلق. إذ تعيش هذه الطيور على شكل فريق من 30 إلى 40 فردا، تربى الصغار معا باهتمام، ويظهر التضامن في الفريق بوضوح عندما تواجه الصغار المخاطر.